بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فيما يتعلق بالكالرينج للكلاوتس يا جماعة، أنا عندي كلاسز مختلفة: سكندري وبرايمري وسكسس وورنينج وأليرت، سبب إن إحنا قبل كده اتكلمنا عنهم. يعني ولنفرض مثلا أنا مخلي ديت يا جماعة برايمري كلاوت، أوكي، ولو نعمل كنترول إس ونعمل طيب نخليها اوكي. واحد تاني ده مثلا هنخليه سكندري، ونعمل كنترول اس ونشوف الفرق ما بين الاثنين. لجل ما السيشن اللي جاي كده المسألة بقت نستد، واحد جوا منه واحد، لأن طبعا القصة في 6 كولومنز، المفروض اني اطلع من ال دي الفيجن بتاعي مش مقفول، ادي ديف نقفله، انا اسف، ادي كنترول اس، عشان كده هيبقوا واحد تحت من واحد. ادي الاولاني سكندري والتاني البرايمري، او العكس تقريبا، الاولاني برايمري والتاني سكندري. طيب بالمرة بقى ناخد الورنينج والسكسس والاليرت، يعني انا محتاج 3، 1 2 3. طيب برايمري سكندري نتكلم عن مثلا سكسس و warning. وبالأخير الليفت. تقريبا الجماعة دول سبقوا إن إحنا اتكلمنا عنهم قبل كده، وممكن تكونوا شوف بنشوفهم في أماكن مختلفة. لما بتيجي تكتب اسمك غلط بيبتدي يطلع لك حاجة، يعني هتعرف عليها إن شاء الله بتطلع في بدرج مختلفة يعني. بس هو في الغالب البانلز اللي أنت بتعمل كنترول فيها، أو يكفي وجودها في إن أنت تستخدمها علشان تقول حاجة للفيزيتور بتاع الموقع بتاعك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.